Problem solving 8. We have a circle. B, C, and D are points on the circumference of a circle. Center O. BOD is the diameter of the circle. AO equals 7 centimeters. Angle ABO equals 90 degrees. Angle OAB equals 35 degrees. Angle DBC equals 70 degrees. A. Explain why angle BCD is 90 degrees. B. Calculate the length of BC. يعني عندنا دائرة B, C, D نقاط على محيط الدائرة يلي مركزها O. BOD هو قطر الدائرة. AO يساوي 7 سنتيمتر. الزاوية ABO يساوي 90 درجة. الزاوية OAB يساوي 35 درجة. والزاوية DBC يساوي 70 درجة. A. شرح ليش الزاوية BCD يساوي 90 درجة. B. حسوب طول BC. أول شيء بسبب نظرية Alternate Segment Theorem يلي على اليمين. الزاوية ABO يساوي الزاوية BCD. معناتها الزاوية BCD يساوي 90 درجة. جواب الطلب B. أول شيء منطلع طول BO. طبعا لا تنسوا أنه الساين هو المقابل على الوتر. بعدين منطلع طول DB اللي هو القطر. بس منضرب OB باثنين. بعدين لنطلع طول BC بدنا نستعمل قانون الكوساين. طبعا لا تنسوا أنه كوساين هو المجاور على الوتر. وبيطلع معنا الجواب 2.75 سنتيمتر. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا له شير مع رفقاتكم. ولا تنسوا تعملوا فولو مشان يجيكم إشعار كل ما نزل فيديو جديد.